ولمزيد من التفاصيل حول توزيع المساعدات على ذوي المختطفين في الأنبار ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور عبد القادر محمد المنسق العام لمنظمة أم القرى. أهلا بكم دكتور. أهلا وسهلا، مرحبا. إذن هذه الحملة ليست الأولى في الصقلوية، ما أهمية دعم العائلات في هذه المنطقة؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة هذه هي الحملة الثانية من الحملات التي نظمتها منظمة أم القرى الإغاثة الإنسانية لأهالي المفقودين وكذلك العائلات المتعففة في هذه المنطقة في ناحية الصقلاوية. وتأتي هذه الحملة استجابة لمناشدات عديدة وصلتنا من هذه المنطقة ومن هذه العائلات المنكوبة الذين فقدوا أبنائهم و معينيهم في الأحداث الأخيرة، فحقيقة بحاجهم إلى المساعدة، وطلعنا على أحوالهم، وضعهم إنساني صعب جدا، فاستطعنا الحمد لله أن نوزع هذه السلات الغذائية والتأمين ما يحتاجونه من المواد الغذائية نظرا للنقص الشديد الذي يلاقونه في هذه الظروف الإنسانية الصعبة. نعم. ومستمرين نحن في هذه الحملات لهذه للعوائل المحتاجة سواء في ناحية الصقلاوية وفي المدن والقرى الأخرى، فضلا عن العائلات الموجودة في مخيمات النزوح. دكتور، باعتباركم تحدثتم عن نقص في احتياجات هذه العائلات وانطلاقا من زياراتكم المستمرة أيضا لهذه العائلات، ما هي أبرز احتياجاتهم الأساسية في ظل غياب أي دعم حكومي لهم؟ وبالتأكيد يعني الحاجة الأساسية لما يبقيهم على قيد الحياة، يعني هؤلاء يحتاجون إلى الغذاء وإلى الدواء، يحتاجون إلى الرعاية كما قلت، لأن الكثير من هذه العائلات لا يوجد المعين واللي يقوم على خدمتهم. نعم. فتزداد حاجتهم وفق هذه المأساة، فيعني هذا بالدرجة الأولى. أيضا يحتاجون إلى يعني الرعاية الصحية، رعاية نفسية، مداومة واستمرار في التواصل معهم والوقوف على حاجاتهم، فهذه من جانب. من جانب آخر هم يناشدون ويؤكدون ودائما في مناشدة الأطراف الرسمية والحكومية وغيرها والمنظمات في البحث عن ذويهم وإعادتهم إلى أهلهم وحل هذه القضية التي طالت لسنين عديدة. دكتور عبد القادر، العديد من العائلات بدأت اليوم تفكر في إطلاق مشاريع صغيرة تقتات عليها، ما مدى إمكانية دعمهم من خلال منظمة أم القرى لضمان دخل ثابت لهم والحفاظ على كرامتهم أيضا؟ بالتأكيد هذه أحد المشاريع التي يعني قيد الدراسة بالنسبة للمنظمة بعد دراسة أحوال هذه العائلات، أنه تختلف عائلات وأوضاعهم من منطقة إلى أخرى ومخيمات وفي المدن وفي القرى. فبالتأكيد إن شاء الله لنا يعني دراسة ستتمخض عنها، يعني ربما سيكون هناك تأمين وتوفير بعض المستلزمات لأصحاب المهن اليدوية، الخياطة وغيرها يعني للنساء والعائلات. فإن شاء الله هذه قيد الدراسة ومن أهداف المنظمة أيضا مساعدتهم في هذا الاتجاه. الدكتور عبد القادر محمد المنسق العام لمنظمة أم القرى، كنتم معنا عبر الهاتف من الأنبار.